سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي مزيان؟ كي دايرين مع الصحه؟ كل شي بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. سمحوا لينا بزاف 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 صراحه، احنا عارفين بلي شحال هادي ما لحنا شي فيديو هكا، وشحال هادي ما شاركنا معكم بزاف ديال الحاجات صراحه، نظرا لبعض الظروف شي حاجة هكا صراحة اللي خلتنا ما نلوح حتى شي فيديو، ولكن دابا رجعنا ليكم ان شاء الله، وقررت نشارك معكم هذا الفيديو البسيط هذا باش نهضر معكم وفي نفس الوقت نشارك معكم. صراحة اليوم كاين ان شاء الله عيد ميلاد الزهرة، بنت خويا اللي غتكونوا شفتوها ديجا في بزاف ديال لي فيديو، غتكونوا سمعتوها في بزاف ديال لي فيديو اللي ديجا لحقت معكم البنات. المهم كنتمنى تسمحوا لنا حيت تعطلنا بزاف صراحة، ماشي لخاطري مع الظروف وبزاف ديال الحاجات كيما قلت لكم البنات. المهم انا كيما كتشوفوا قررت نشارك معكم غير هكا بعض الحاجات اللي وجدناها في عيد ميلاد زهرة، يعني حاليا كملت 3 سنين تبارك الله. صراحة درنا غير هكا كيك على ذوق الوالدة، هي اللي صوباتو كيك خفيف ظريف باش تفرح شوية وتبدل الجو كما كتشوفوا معايا البنات. صراحة كلشي زوين، كانت الحفلة بسيطة وزوينة بزاف، وزهرة فرحت بزاف مع صحاباتها، وصراحة كلشي كان بسيط وزوين كما قلت لكم، هي كانت فرحانة بزاف، وتالكيكة صراحة طلعت واعرة بزاف. صراحة الضغط الوالدة زوين واخا خفيف ظريف وهذا، ولكن صراحة فعلا كان كل شي زوين، وحاولنا نكتبو على الكيكة سميتها، وحاولنا بزاف ديال الحوايج. صراحة كان عيد ميلاد بسيط وزوين، وهنايا زهرة حاولت تلبس البيسة ديال الشلحة كيما كتشوفو معايا، وكتقلب لي كادو ديالها مع صحاباتها. هي صراحة تبارك الله جو كاملين زفيونين البنات، والطبيلة هي جات بسيطة وزوينة، غنديرو شي ديال الموسيقى وغنحتفلو. شكرا بزاف البنات، ونتلاقاو في فيديو جديد.